السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أخوكم طلال وإيرين طويل العمر من إيرين كلان. وشلونكم يا شباب؟ عساكم طيبين. اليوم جايب لكم الأرسيري شولتس اللي هو نتائج الأرسي، وتشوفون على الشاشة أسماء اللي قبلناهم عن طريق الأرسي. الله يعطيهم العافية على اللقطات، ما قصروا وقدموا لقطات ممتازة. وبالنسبة للي رفضناهم أقول لكم حظ أوفر، وبإذن الله إن في أرسي ثاني فضبطوا وضعكم إذا حابين تدخلون معنا مستقبلا. وبس هذا كان كل اللي عندي، حبينا نعلمكم من الأرسي تقفل، وهذه أسماء اللي قبلناهم، وفي أمان الله.